هنايدة، انتي كمان بتشاركي في عروض ازياء عالمية كتير، قوليلي ازاي بتقدري ان انتي تحافظي على التراث العربي بتاعك برغم ان انتي بتعرضي حاجتك في اوروبا وفي امريكا؟ يعني ازاي قدرتي تعملي ده؟ طيب، أولاً كون إنه إحنا في عندنا هوية مختلفة ده يميزنا عن غيرنا، لكن في نفس الوقت أنا بأصمم للمرأة العالمية. طيب، لأني أنا ما بعمل أزياء تراثية، ولكن هي التراث موجود لكن يتطور، يحاكي المرأة حقت اليوم. فلما أنت حتلبسي الأزياء حقت هنيدة حتحسي أنك مختلفة. في مثلاً one of the identities اللي موجودة ومعروفة في البراند الأزارير الحجازية اللي معمولة من الذهب والفضة، فأنا طبعاً الآن بعملها من الإكسسوار وعليها علامة الريال السعودي وعليها علامة السعودية، فهذه واحدة من الايدنتيتيز اللي موجودة عند براند هنيدة. في كل كولكشن كمان بيكون في عندي برنت بأعمله برضو إلا ما في اللمحة السعودية، أخلطها بطريقة مودرن، بطريقة بحس أنه أنت لما تلبسيها ما تحس أنك رايحة حفل تنكري، بل بالعكس أنت موجودة لابسة الزي اللي بتبغى توصلي منه الرسالة حقتك، وفي نفس الوقت محافظة على ايدنتيتي وتحاكي المرأة العالمية. هايل هايل طبعا. ويعني فعلا قدرتي تعملي البالانس ده، انا فعلا لاحظته في تصميمات كتير. ايوه، في نقطة مهمة قوي بقى، انا لاحظت ان انت لبستي فنانين في هوليوود وفنانين عرب كتير، يعني مثلا في هوليوود بريانكا شوبرا وبولا ابدل، في بالنسبة للبلاد العربية من الفنانة هند صبري لنيلي كريم لدرة لانغام لمنى شلبي، كتير كتير كتير. صحيح. احكي لي بقى عن الفرق في التعامل ما بين الفنانات في هوليوود وفنانات العرب. أولا أحييهم كلهم، لأن الفنانات العرب كلهم أعتبرهم صديقات لي. أكيد. وحقيقة يعني هم خير من يمثل البراند، لأن كل واحدة فيهم متميزة بشخصيتها. كذلك برضو طبعا الفنانات العالميات، ما تميزوا برضو به من أفلامهم، من طريقة لبسهم، من الجرأة في لبسهم. فالتعامل معهم أكيد مختلف. لكن بصفة عامة هم كلهم يلتزموا بأنه فيكون في عندهم ستايلست. الستايلست الآن هي اللي مسؤولة عن الواردروب تبع الفنانة، لأنه عادة بيكون عندهم انشغالاتهم، بيكونوا في التصوير، بيكونوا ما هم يعني متفرغين أنهم يتكلموا أو يوصلوا الحاجة اللي هم يبغوها بنفسهم. وكمان تنسيق اللوك النهائي برضو مهم من مزبوط. فحتى أنا كفاشن ديزاينر أكون مطمنة في الآخر أنه if there is a stylist هتعرف كيف تظهر الأزياء بصورة كاملة متكاملة، من الميك اب، من الشعر، من الشوز، من الإكسسوار، من كل شيء. فحتى أنا عندي في المكتب بيتعاملوا برضو مع شخص مسؤول، هو اللي بيقول لهم الأشياء إيش اللي موجودة أو غير موجودة. والحمد لله لحد الآن التعاون مع العرب أو الأجانب كله تعاون بروفيشنال، كله تعامل سعيد، كله تعامل فيه محبة وفي شكل حاجة حلوة للبراند وللممثل اللي بيلبسه. يا رب دايما. وطبعا مش كلهم ممثلين، يعني في عندي أثليتس، في عندي مؤثرين اجتماعيين، كل هدول عزيزين على براند هنيدة. أكيد طبعا أكيد. هنيدة، بس أنا عارفة أنتي بتحبي التحدي. قولي طب أكبر تحدي عدى عليكي لحد النهاردة. أول تحدي واجهني في براند هنيدة أنه أنا أغير الثقافة والفهم عن المصممات العرب والسعوديين بالذات، لأنه ما كان في قبل كده عندنا براند سعودي ريدي تو وير. طيب، مش أنه يكون كوتور مثلا أو هذا لمصممة سعودية، أنه أغير الرؤية حقتهم أنه يكون في ثقة. أنا كسبت ثقة الكلاينتس والسوق، والسوق العربي والعالمي. كذلك غيرت الفكرة من أنه إحنا فقط نكون كمستهلكين، كناس بس بننزل السوق وبنشتري وبنستمتع في ده، لأنه إحنا نكون منافسين ببراند ينافس الأسواق العالمية. يعني يكون مثلا أنه هنيدة يكون أول براند سعودي لامرأة سعودية موجود في هاردز، هذا نجاح مرة طبعاً كبير افتخر فيه. يكون أنه يكون من أول براند سعودي موجود في باريس في السويت، هذا شيء افتخر فيه. يكون أنه يكون في عندي كلاينتس دائما بيجيني منهم تواصل، هنيدة إحنا جدا سعيدين التعامل معك، وبيرجعوا بدل المرة 2 و10. هذا شيء برضو يخليني أشعر أنه التحدي اللي أنا دخلت فيه الحمد لله نجح، وإن شاء الله رب يكون فيه نجاحات تانية أكبر قدام. الحمد لله الحمد لله. لا أكيد طبعا إن شاء الله.